نساء في زمن الأنبياء. حكينا في الجزء الأول على بطش فرعون وخوفه من منامه اللي يقول له فما غلام باش يتولد في الفترة هذه وباش يكون ليه شأن أكبر منك وباش يخرجك من ملكك ويبدل دينك. وكما قلنا في الحلقة اللي تعديت إنه فرعون أمر بقتل كل غلام يتولد في الفترة هذه، وكان هذه سبب باش إنه يوكوبات ترمي ولدها في صندوق في النيل. ألهمها ربي صبر كبير وقالها في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. أنزل الله سكينته على يوكوبات أم موسى، وكانت هي عبرة كتمت لوعتها وانطوت على نفسها، صبرت ودعات وكانت خاشعة ومستسلمة لأمر ربي، وهزت لمواج سيدنا موسى حتى انتهت به إلى روضة عند قصر فرعون، كانت بلاصة يشربوا منها الجواري. وهما هكا لمحوا صندوق شافته السيدة آسيا وانطلقت به. السيدة آسيا اللي كنا حكينا عليها قبل هي امرأة فرعون، فتحت الصندوق وكشفت على وجهه، وأول ما شافته اتزرعت في قلبها المحبة ليه، وهي اللي كانت عاقر وما تجيبش صغار وذيع الأخبار في القصر، وانتشر نبأ الرضيع حتى وصل إلى فرعون. فأسرع فرعون نحوه هو وجنوده وأراد إنه يقتله، فتوسلت به زوجته آسيا إنهم يخليوه ما يقتلوش. وفي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. وفرحة السيدة آسيا مرت فرعون بموسى فرح شديد، تلهت به برشا، ولكنه كان دائم البكاء ديما جيعان، رغم انها ما خليت ما عملت جابت برشا مرضعات، ولكن الصغير ما حبش يرضع من اي مرضعة، فخرجوا به للسوق بالك يرقاو امرأة تصلح لرضاعته. فهما هكا راتوا اخته في ايديهم وعرفته، ومشيت تجري قلت لهم نعرف شكون تنجم ترضعه. وما إن وصل سيدنا موسى إلى أمه حتى أقبل عليها يرضع، ففرحت الجواري بهذه فرح كبير، ومشيت الجارية إلى امرأة فرعون تبشرها، فاستدعت السيدة آسيا أم موسى وأحسنت لها وعطاتها المال الكثير، حتى إنها طلبت منها إنها تستقر معاها في القصر باش ترضع ولدها، فرفضت وقالت إنه عندي زوج وأولاد وما نقدرش نفرقهم، إشكون يتلهى بهم؟ فهزته أم موسى إلى بيتها، وتكفلت امرأة فرعون بنفقات سيدنا موسى الكل، وبذلك رجعت أم موسى بابنها مطمئنة القلب، وتذكرت وعد ربي لها وقت اللي قالها تعالى: إنا ردوه إليك. وعاش موسى وأمه في حماية فرعون وجنوده، وبعد ما كان سيدنا موسى مهدد بالقتل من فرعون وجنوده، عاش سيدنا موسى هو وأمه في حماية فرعون وجنوده، وتبدل حالهم بفضل صبر أم موسى وإيمانها. نساء في زمن الأنبياء.